بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: ولا يجوز، وهو يتكلم عن بقية أحكام الوكالة، ولا يجوز أن يبيع ويشتري الوكيل، لا يجوز له أن يبيع عن الموكل ويشتري إلا بثلاث شرائط. كل شيء في الشريعة له شرائط، فتنبهوا، كل شيء له الشروط بتاعته. الحرب لها شروط، والسلام له شروط، والصلاة لها شروط، والبيع له شروط، والوكالة لها شروط، وهكذا. والذي بيننا وبين النابتة الخوارج أنهم افتقدوا معرفة الشروط. بيننا وبين من يريد أن يفهم النص كما يريد لا كما أراده قائله، أنه يفتقد معرفة الشروط. ده اللي بيننا وبينه، الفرق بين الجاهل والعالم وبين المنهج العلمي الأزهري مثلا وبين الأخذ من الكتب بلا شيخ ولا علوم مساعدة ولا تبحر في علم ولا شيء، هو فقد الشروط. كثير جدا من الذي بيننا وبينهم نرى أنهم قد افتقدوا الشروط فحصل الخلاف. فلا بد، وانظر إلى أبو شجاع وهو يكرر 5 شروط، 4 شروط، 3 شروط، كل الشريعة مبنية على أن فعلها مشروط، فإذا تحقق الشرط فعلناه، وإذا فقدنا الشرط انتظرناه. ومن هنا يقول الإمام الزركشي في البرهان أنه ليس كل الآيات التي ظن أنها منسوخة كذلك، بل هي على حد النساء، والنساء أي التأجيل، لفقد شروطها. قل يا أيها الكافرون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نمشي ورا فين؟ لا، ما هو القتال له شروط، وقل يا أيها الكافرون لها شروط، وعند فقد الشروط وفقد معرفة الشروط يختل الميزان، ولا نعرف ده من ده، ونتكلم بكلام ليس بصحيح. ايه 3 شروط؟ ان يبيع بثمن المثل، فالوكيل عندما يبيع البيت الذي وكلته فيه لابد ان يبيع بثمن المثل. وما ثمن المثل؟ مثل من الكلمات الملازمة للإضافة، فهي منزهة عن الألف واللام، ما يدخلهاش الألف واللام، لأن الإضافة تعريف، باب دناكر، باب الحجرة مضاف ومضاف إليه، خلاص اتعرف يبقى الباب بتاع الحجر. طب وباب البيت؟ باب البيت اللي بره اللي بنقفل بيه على الشقة. طب وباب المسجد؟ لا، ده يبقى واحد من الابواب دي، او باب المسجد. يبقى الاضافة بتعمل ايه؟ تعرف التنكير. تنكير يعني ايه؟ يعني مش عارف. باب، اي باب، رجل، أي رجل، أكل، أي أكل. طب الرجل؟ لا، ده معرفه.
أكل يبقى معرف، الباب يبقى معرف. طب ينفع نقول الباب المسجد؟ لا، العيال الأعاجم بتوع اندونيسيا وماليزيا يعمل كده، يقول لك الوزير الأوقاف ويهز لك راسه كده، الوزير الأوقاف. لا، هو اسمه وزير الأوقاف. ليه؟ لأن وزير دي مضاف، والمضاف معرف بالإضافة، فلا يأخذ تعريفا آخر، فلا يجتمع على الكلمة تعريفان. فما نقولش إيه الوزير الإضافة الأوقاف، أو نقول مثلا الباب المسجد، أو نقول مثلا الكلام ده. طيب، وجدوا ألفاظ في اللغة العربية ملازمة للإضافة، تملي تيجي مضاف ومضاف إليه، فسموها الملازمة للإيه؟ للإضافة. ليه هي تملي لما بتيجي تيجي ومعها الإضافة؟ يا ترى تأملوا في الكلام كده وخرجوه، شوف المجهودات اللي عملوها المسلمون الأوائل لفهم الكتاب والسنة وإقرار العلوم ونقل الدين لمن بعدنا، عملوا مجهود كبير. وجدوا إنها ملازمة للإضافة. ليه؟ برضو كانوا تملي يسأل ليه؟ 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 كل حاجة يقول ليه؟ لماذا؟ فدي ملازمة للإضافة، زي مثل، غير، بعض، كل، ملازمة للإضافة. طب ليه؟ قالوا لأنها لما نقول باب رأسك كده تتصور إنه في باب وحتة مفتوحة من الحيط، والباب ده عليه عشان يسد شباك. أيوة، الشباك بيبقى نص كده عشان يدخل الضوء بتاعه. طب مثل؟ لا، ده موغل في الإبهام، مش عارفين له معنى. مثل حاجة شبه حاجة، بس إيه الحاجة وإيه الحاجة التانية اللي هو شبهها؟ والله ما نعرف. طب ده بعض، إيه الحاجة اللي ده بعض من ده؟ يعني مين ده ومين ده؟ ها؟ وإيه؟ موغلة في الإبهام، موغلة في عدم معرفتنا إيه هي. والله باب ليها معنى تصورته في ذهني، حتى لو عرفنا إن فيه باب المسجد وباب البيت وباب الغرفة وباب الكعبة، إنما مثل ملهاش حل، فيسموها إيه؟ موغلة فيه عدم المعرفة، موغلة فيه الإبهام، غمضة قوي. فلازم تتعرف شوية، فالتعريف الشوية ده خلاها ملازمة للإضافة. يبقى تقول لي مثل ما يدخلش عليها الألف واللام، ليه؟ لأنها ملازمة للإضافة، فعرف التملي بالإضافة. أمال هي ملازمة الإضافة ليه؟ لأنها موغلة في الإبهام. يبقى المثل وبعض وكل وغير وكذا، الكلام ده كله موغل في الإبهام، يبقى لا يأخذ الألف واللام لأنه ملازم للإضافة. يبقى نقول كده هذه ألفاظ
موغلة في الإبهام فلازمت الإضافة فنزهت عن التعريف، اكتفت بالتعريف بالإضافة، فما ينفعش دخول الألف واللام فيها. الله، احنا مسكنا غلطة على الشيخ أبو شجاع ولا إيه؟ ده أبو شجاع بيقول بثمن المثل، قالوا لا ما نعرفش نصيد للأكابر، غلط. ده احنا لازم نشوف ايه الحكاية دي، احنا درسنا في النحو كده، فما تتسرعش بقى وتقول ها الشيخ ابو شجاع زي بعض العيال اللي هم يقولك ده في القرآن في غلط. غلط ايه؟ غلط ايه؟ اذا كان هو الصح، اذا يعني القرآن ده المسطرة، ده هو الصح، فلما تيجي تقول غلط في القرآن يعني تبقى اهطل، يعني مش عايز ارد ولا حاجة، يقول لك ان هذان لساحران، ايه تنيل على عينك وانت. كان واحد بيسمع، كان عندنا واحد اسمه الشيخ عبد الحليم الله يرحمه، الشيخ كامل، كان من تلامذة الشيخ عامر بن عثمان الله يرحم الجميع. فالواد بيسمع بيقول فخر عليهم السقف من تحتهم، قال له يعني لا حفظ ولا هندسة، السقف ده بيبقى فوقهم يا ولد مش تحت. والواد التاني يقول له لولو مدبرين، لولوا مدبرين اراه ايه لولو مدبرين، عبط في شبط كده يعني. طب دي الاطفال ممكن تغلط ونصلح لهم، ده جهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو انصف الظهر كنت اركب، كان هيركب الحكيم توما مش توما اللي يركبه، فانا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. اهو جهل مركب. فتملي واحنا بنقرا عن المشايخ وبنقول له مولانا مش دي غلط، الفرحانين يعني ان احنا جبنا للبيضاوي ولا للشيخ ابو شجاع ولا للامام الشافعي، لقينا غلطه، ايه دي ايه العبط ده؟ يقول لا الشيخ ما يغلطش، الشيخ ابو شجاع ما يغلطش، الشيخ البيضاوي ما يغلطش. النبيته بقى يقول لك ايه معصوم يعني؟ انت في عالم تاني، انت في عالم اخر. فلما عرضت المساله على مجمع اللغه العربيه في مصر قال هذا يجوز في الاستعمال الفقهي والقانوني، الغير، فتقول حق الغير صح، صح في اللغة؟ قال أيوة صح في اللغة. طب مش غير دي ملازمة للإضافة لأنها موغلة في الإبهام فعرفت بذلك دون الألف واللام؟ قال أيوة. أمال اشمعنا في القانون وفي الفقه يجوز لنا إن احنا نقولها؟ شوف الأبحاث ها العلمية قالوا للمعلومية السابقة، للمعلومية السابقة، فلا يجوز للوكيل أن يبيع إلا بثمن مثل ثمنه في السوق، حق غيره من خلق الله. طب وخلق الله دي يعني انت عارفها؟ قال او انا اقرأ في القانون حق الغير يعني انا حاجة والناس كلها حاجة تانية، اجر المثل يبقى ده اجر او ثمن المثل، ومثل ايه؟ مثل ما هو شائع في السوق على موضوع الحكاية، البيت اللي هبيعه، السيارة اللي هبيعها. وده بيقي من ايه؟
بيقي من الغبن. ايه هو الغبن؟ ان العربية تبقى بمليون جنيه وما نبيعها بخمسين الف، ما لقيتش الا كده، سوقها كده، ما حدش راضي يقول لها السلام عليكم، لابد ان تبيع بثمن مثل. طب ما لقيتش ثمن مثل، ما حدش راضي يدفعه، ما تبيعش. الاصيل فقط هو الذي له الملك في انه يبيع بغير ثمن مثل، لكن الوكيل ودرءا للتهمة وسدا للفساد ومنعا للغبن يبقى لابد أن يبيع بثمن المثل. وينفع الألف واللام هنا؟ تنفع. أن يبيع بثمن المثل وأن يكون بنقد البلد، ما يروحش يبيع بالدولار. الراجل المشتري قال لي أنا أشتري العربية دي وكل حاجة بس أنا أبيع بالدولار، هتحسب الدولار بكام بقى إن شاء الله؟ 50 جنيه ولا ب48.5 زي ما هو في البنك؟ ولا يقول له لا معلش أنا سامحني فيهم شوية خليهم 60 جنيه؟ هيبقى إيه فيها؟ غرر، حاجة غير محددة. ومن هنا لا يجوز البيع إلا بنقد البلد. نقدر نقول إيه بقى في الحتة دي؟ إلا بإذن الإيه؟ الأصيل. افرض الأصيل اتصلت بيه وقلت له الراجل معاه دولارات، انت محتاج دولار؟ قال لي اشتري فورا، خدها اقبل ب60. قال لي ب60، يبقى اذا هقبل دولارات لان الاصيل ايه؟ هو الذي اقر. اما انا من عند نفسي لا، لازم يكون بنقد البلد. ولا يجوز ان يبيع من نفسه، برضو هتبقى فيها تهمة. كل التلاتة دول عشان نضرب التهم عن الوكيل والاصيل ما يتشككش فيه. لاني اجي اقول له بعتها بكام؟ قال لي ب900. طب اجر المثل كام؟ قال لي هو 900. بعتها لمين؟ قال لي بعتها لنفسي. قلت له الله، انت متاكد يعني ان هو 900 ما هوش مليون؟ متأكد ان هو 900 ما هوش 1,100,000؟ ولا مش متأكد؟ ولا يعني بتستحل لنفسك الفرق ده؟ ولا يجوز ان يبيع ويشتري الا بثلاث شرائط: ان يبيع بثمن المثل، وان يكون بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه. ولا يقر على موكله، ده بند تاني بقى غير البيع والشراء، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. يعني أنا وكيل، وكيل فين؟ محامي. رحت القضية، الدعوة اللي مرفوعة ضد الأصيل بتقول لي عنده 1,000,000 جنيه. حضرة القاضي سألني أنا يا محامي يا وكيل، صحيح الموكل بتاعك عليه في ذمته 1,000,000 جنيه؟ يقول له استنى لما اتصل بيه، ما اقدرش اقول ايوة، ما اقدرش اقول لا. لما اعرض عليه الامر، طيب افرض الوكيل قال ايوه حضرة القاضي، يبقى يعني افسد الوكالة، لان الموكل لم يأذن له بذلك الاقرار. اتصلت بيه قال ايوه انا في ذمتي فعلا 1,000,000 جنيه، ايوه حضرة القاضي في ذمته 1,000,000 جنيه، يبقى اذا
الوكيل حكاية صوت، حكاية صوت الأصيل بتاعه، لكن مش من هو من عند نفسه يخترع أو يستفيد أو يتصرف تصرفات فيها هذه التهمة. ثم دخل في الإقرار فقال: فصل. والمقر به ضربان، وهذا في لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.